قناه السويس بالاسماعيليه. ننقل لحضراتكم الوصف التفصيلي لمباراه المباراه المرتقبه بين نادي الاهلي ونادي انبي في ختام الدوره المجمعه الاولى للدوري الممتاز الف للرجال. المذيع الداخلي الكابتن طارق زكي يعلن عن بدء مراسم المباراة الختامية. النهاردة الحكم الدولي جمال عبد الناصر وافته المنية. بيعلن المذيع الداخلي الوقوف دقيقة حداد على روح الحكم الدولي جمال عبد الناصر عضو اللجنة العليا للحكام ورئيس لجنة القواعد بمنطقة بورسعيد لتنس الطاولة. لا يسعنا إلا أن ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته ومحبيه الصبر والسلوان. فريق النادي الاهلي من اللاعبين السيد لاشين، محمد البيلي، عمر بدير، شادي مجدي، خالد عصر، محمود فتحي، علي اشرف غلاب، محمود اشرف حلمي، يوسف عبد العزيز. الجهاز الفني للنادي الاهلي كابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز الفني، الكابتن اشرف صبحي مدرب الرجال، الخبير الاجنبي زانج تشاولينج خبير صيني مرافق للفريق، والكابتن محمد صبري مدرب الشباب. نادي انبي بيمثله احمد علي صالح، احمد نديم، اسلام حسني سنبل، خالد محمد جمال، عبد الرحمن اشرف محمد، مؤمن ايمن زكريا، احمد ابراهيم، احمد ممدوح، وعمر عصام. الجهاز الفني لنادي انبي كابتن ايمن زكريا رئيس الجهاز الفني، كابتن خالد محمد مدرب عام الرجال، كابتن محمد الشرقاوي مساعد مدرب، والكابتن محمد شبل المدير الاداري للفريق. يحكم مباراة اليوم الحكم الدولي معتز صالح، الحكم الدولي رضا عطية من حكام منطقة الإسماعيلية لتنس الطاولة، وحكم العداد الحكم محمد العدوي. المباراة الأولى هتكون بين اللاعب محمد البيلي النادي الاهلي واحمد نديم نادي انبي. اللاعبين طبعا بيسلموا على بعض في بدايه اللقاء، روح رياضيه عاليه. فريق تنس الطاوله بنادي انبي بيوليه كل الرعايه مجلس اداره نادي انبي برئاسه المهندس علاء خشب، والاستاذ زكريا السيد نائب رئيس مجلس الاداره، والاستاذ مصطفى الامير امين الصندوق، والساده اعضاء مجلس الاداره الدكتور مهندس محمد غرابه، مهندس شريف ابو الغيط، مهندس احمد نبيل، مهندس عمر نجاتي، مهندس مصطفى النادي، والمدير التنفيذي للنادي الكابتن خالد متولي. ايضا فريق تنس الطاوله وفرق تنس الطاولة بالنادي الأهلي بيوليها مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي كل الرعاية والمساندة، والكابتن العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب خالد الدرندلي أمين الصندوق، والسادة أعضاء مجلس الإدارة مهندس خالد مرتجي، والمحاسب إبراهيم الكفراوي، والدكتور مهند مجدي، والأستاذ طارق قنديل، والدكتور دكتورة رانيا علواني، والأستاذ محمد الجرحي، الأستاذ محمد الضماطي، والكابتن جوهر نبيل، والأستاذ محمد سراج الدين،
وطبعا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. لا يمكن يعني لابد ان احنا بنشيد بالاجهزه الاداريه والفنيه والساده رئيس واعضاء مجلس اداره الناديين اللي ساهموا بقدر كبير في الدعم والمسانده للفريقين للوصول الى المباراه الختاميه للدوره المجمعه الاولى اللي بتقام بمحافظه الاسماعيليه في المقصوره الرئيسيه. الكابتن معتز عاشور رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لتنس الطاوله، المهندس خالد الصالحي رئيس مجلس اداره الاتحاد الافريقي لتنس الطاوله اللي حرص على الحضور اليوم لمشاهده المباراه الختاميه، النائب اشرف عماره نائب محافظة الإسماعيلية بمجلس النواب، المستشار خالد الحفني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والأستاذة هبة حامد عضو مجلس الإدارة، الجهاز الفني للمنتخبات القومية المصرية، المدير الفني الكابتن ماجد عاشور، والمدير الفني الكابتن أشرف حلمي. هنبتدي المباراة الأولى في لقاء الأهلي وإنبي، لقاء القمة في تنس الطاولة المصرية. بالأمس القريب الشهر الماضي كان في نهائي كأس مصر، كان بين الأهلي أيضا وإنبي، وكان إنبي متقدم 2-0 في المباريات 2-0، ولكن استطاع النادي الأهلي أن يحول هزيمته إلى انتصار وخسارته إلى فوز. هنشوف النهاردة هذا اللقاء الهام إن شاء الله يكون ممتع لحضراتكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. محمد البيلي لاعب النادي الأهلي والمنتخب القومي المصري صاحب القميص الأحمر، أحمد نديم لاعب المنتخب القومي المصري ونادي إنبي بالقميص الأزرق مموه باللون الأسود أو الأسمر. الجهاز الفني لنادي إنبي بقيادة الكابتن أيمن زكريا باذلين مجهود كبير جدا منذ اللحظة الأولى لمشاركتهم في الدوري الممتاز منذ أكثر من عامين، صفقات ناجحة بضم لاعب المنتخب القومي المصري ولاعب نادي الزمالك السابق كابتن أحمد علي صالح والكابتن أحمد نديم من النادي الأهلي. بيبذلوا كل الجهد للوجود على منصة التتويج. شاركهم العام قبل الماضي في بطولة الأندية الأفريقية واستطاعوا الموسم قبل الماضي أن يحصدوا الميدالية الفضية والمركز الثاني وكأس المركز الثاني، كانت في أغادير بالمغرب، ونتيجة حصولهم على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة كأس مصر هيتاح لهم الفرصة في المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية اللي هتقام في نيجيريا في يوليو القادم، بالإضافة طبعا إلى مشاركتهم في بطولة الأندية العربية اللي هتقام في أغادير المغرب في أغسطس القادم إن شاء الله. مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة الكابتن معتز عاشور بيولي اللعبة كل الاهتمام. قنوات الفضائية الرياضية بتنقل أحداث وفعاليات الاتحاد المصري لتنس الطاولة وخاصة قناة الأهلي اللي بتساهم وتساعد في نشر اللعبة في ربوع المعمورة. لازم نوجه شكر خاص لقناة الأهلي اللي بتحرص دائما أبدا لنقل فعاليات وبطولات الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وأيضا فرقها اللي بتدعم المنتخب القومي المصري باللاعبين المميزين
في الرجال والسيدات والناشئين والناشئات والشباب والشابات والأشبال والشبلات والبراعم والبرعمات. ضربات إحماء للاعب محمد البيلي واللاعب أحمد نديم استعدادا لبدء المباراة الأولى من لقاء القمة في تنس الطاولة المصرية اللي بيتابعوا كل محبي وعشاق الماكرة الصغيرة التي لا يزيد قطرها عن 40 مليمتر. من أصغر كرات الألعاب على الإطلاق كرة تنس الطاولة، أعزائي مشاهدي قناة الأهلي، لحظات ونبدأ النقطة الأولى من الشوط الأول من المباراة الأولى. أحمد نديم ضربة إرسال أولى، هجوم من محمد البيلي ولكن خارج الطاولة، يتقدم أحمد نديم نادي إنبي بالنقطة الأولى في الشوط الأول ومعاه ضربة الإرسال الثانية. ضربات قصيرة وهجوم من البيلي، هجوم من البيلي، ضربات أمامية لولبية قوية يحصد بها النقطة الأولى محمد البيلي لاعب النادي الأهلي وتصبح النتيجة 1-1. ضربة إرسال مع محمد البيلي، هجوم خاطف من أحمد نديم، استقبال جيد وهجوم مباغت، يتقدم أحمد نبيل 1-2. وضربة إرسال مع محمد البيلي لاعب النادي الأهلي صاحب القميص الأحمر، هجوم من محمد البيلي، هجوم من محمد البيلي بضربة سبين باكهاند، لا يستطيع أحمد نديم أن يردها ردا سليما وتصبح النتيجة 2-2. تغيير في ضربة الإرسال، أحمد نديم ضربات قصيرة وهجوم من أحمد نديم وهجوم مباغت ورد أقوى من محمد البيلي، يتقدم 3-2 محمد البيلي. ضربة إرسال مع أحمد نديم 2-3، هجوم من الباك هاند سبين لمحمد البيلي ولكن خارج الطاولة، التعادل 3-3. وتغيير لضربة الإرسال 3-3، مجموعهم 6، الحق في التقاط الأنفاس والتنشيف ومس العرق. محمد البيلي ضربة إرسال، وقفة استعداد من أحمد نديم، ثلاثة أربعة، فارق نقطة واحدة لصالح اللاعب أحمد نديم لاعب نادي إنبي. محمد البيلي ضربة إرسال، تركيز، ضربة إرسال قصيرة وهجوم من محمد البيلي ولكن خارج الطاولة، الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم خير وسيلة للدفاع، 5-3 لصالح أحمد نديم، خارج الطاولة من أحمد نديم، 5-4، فارق نقطة واحدة. هجوم من أحمد نديم ولكن هجوم أقوى من اللاعب محمد البيلي، تصبح النتيجة التعادل 5-5. وتغيير لضربة الإرسال مع محمد البيلي لاعب النادي الأهلي اللي بيركز، هجوم من محمد البيلي ورد من أحمد نديم ولكن خارج الطاولة، تقدم محمد البيلي 6-5 بفارق نقطة واحدة، نقطة هنا ونقطة هنا، تبادل النقاط بين اللاعبين، لسه مرحلة قص النبض. وادي هجوم من محمد البيلي ولكن خارج الطاولة، التعادل 6-6. المجموع 12 تقبل القسمة على 6، حق من حقوق اللاعب أحمد نديم، كرة قصيرة وهجوم من أحمد نديم وهجوم أقوى من محمد البيلي بضربة لولبية
خلفية قوية على يسار اللاعب أحمد نديم لا يستطيع أن يردها ردا سليما، ويتقدم محمد البيلي 6-7. هجوم من البيلي، هجوم من البيلي، ولكن تحف الكرة حافة الشبكة وتغير من اتجاهها خارج الطاولة، وتصبح النتيجة التعادل مرة أخرى، التعادل 7-7. مباراة قوية وممتعة من فنون تنس الطاولة من لاعبين مميزين في المنتخبات القومية المصرية. هجوم من أحمد نديم، هجوم من أحمد نديم، ولكن أيضا تحف الكرة أعلى الشبكة وتغير من اتجاهها خارج الطاولة، ويتقدم محمد البيلي ويحصد النقطة التامنة لي في هذا الشوط الأول من المباراة الأولى، معها ضربة الإرسال محمد البيلي 8-7. تركيز، هجوم من محمد البيلي، ولا أروع، ولا أروع من أحمد نديم، كرة خاطفة بالباك هاند على أقصى يمين اللاعب محمد البيلي، يحصد بها أحمد نديم النقطة التامنة لي، وتصبح النتيجة التعادل 8-8. محمد أحمد نديم ضربة إرسال، هجوم من محمد البيلي ولكن خارج الطاولة، يتقدم أحمد نديم 9-8 بفارق نقطة واحدة عن اللاعب محمد البيلي. الجميع من اللاعبين متمسك بالنقطة. محمد البيلي يهاجم ولكن الرالي قصير، ويتقدم أحمد نديم بفارق نقطتين وتغيير إرسال مع محمد البيلي، لتصبح النتيجة 8-10. إذا استطاع اللاعب أحمد نديم أن يحصد هذه النقطة يبقى هيفوز بالشوط الأول. هنشوف محمد البيلي هيكون لي كلمة تانية ولا لا، لكن 11-8 لصالح اللاعب أحمد نديم الشوط الأول من المباراة الأولى في لقاء اليوم ما بين النادي الأهلي ونادي إنبي في ختام الدورة المجمعة الأولى للدوري الممتاز ألف للرجال اللي بتقام في الصالة رقم 2 لنادي هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، واللي بتنقلها لحضراتكم قناة الأهلي. أعزائي المشاهدين في كل مكان، الجهاز الفني عن بكرة أبيه واقف بيعطي التعليمات والنصائح والإرشادات للاعب محمد البيلي، الخبير الصيني زانج تشاولينج، الكابتن أشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز الفني، الكابتن أشرف صبحي مدرب الرجال، وأيضا الكابتن سيد لاشين اللاعب المخضرم والخبرة الكبيرة والقدوة للاعبين في النادي الأهلي. بداية قوية لنادي إنبي بالتقدم في الشوط الأول 11-8. أعلن حكم المباراة انتهاء الوقت المخصص بين الشوطين. عودة للاعب محمد البيلي واللاعب أحمد نديم على طاولة اللعب. واحد لا شيء لصالح أحمد نديم لاعب نادي إنبي. ضربة الإرسال الأولى في الشوط الثاني للاعب محمد البيلي لاعب النادي الأهلي والمنتخب القومي المصري. هجوم من محمد البيلي، هجوم من محمد البيلي في اليمين والشمال، يحصل النقطة الأولى لي، واحد لا شيء. هجوم من محمد البيلي، يا سلام يا محمد يا بيلي، كرة لولبية أمامية قوية على يسار اللاعب أحمد نديم، يحصد بها النقطة الثانية ليه، وتصبح النتيجة لا شيء 2. وضربة إرسال مع أحمد نديم، هجوم من أحمد نديم، ضربة لولبية أمامية قوية في وسط الطاولة، لا يستطيع اللاعب محمد البيلي أن يردها ردا سليما. النقطة الأولى لأحمد نديم 1-2.
كور قصيرة ولكن خارج الطاولة من احمد نديم، تصبح النتيجة 3-1 لصالح محمد البيلي لاعب النادي الاهلي صاحب القميص الاحمر. هجوم، هجوم مباغت من الباك هاند، سبين دوران خلفي من اللاعب محمد البيلي يحصد النقطة الرابعة ليه ويزيد الفارق الى 3 نقاط، 4-1. هجوم متبادل، هجوم متبادل ولكن النقطة لصالح محمد البيلي، 5-1. يزداد الفارق الى 4 نقاط في الشوط الثاني، يكشر عن انيابه محمد البيلي وضربة ارسال مع احمد نديم. يا سلام يا سلام يا سلام، هجوم وهجوم مضاد من كلا اللاعبين، يحصد النقطة احمد نديم وتصبح النتيجة 2-5، يقلص الفارق الى 3 نقاط. هجوم من احمد نديم، هجوم من احمد نديم، الهجوم خير وسيلة للدفاع، يحصد النقطة الثالثة ليه وتصبح النتيجة 3-5 او 5-3 لصالح اللاعب محمد البيلي، اللاعب المحترف. في فنار بخشة التركي، ضربة ارسال مع محمد البيلي وهجوم من محمد البيلي وهجوم مضاد من احمد نديم. الله 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 الله، ضربات متتالية من كلا اللاعبين، ضربات هجومية جميلة يحصد فيها اللاعب محمد البيلي النقطة الستة لي. هجوم من احمد نديم، كرة لولبية قوية مباغتة يحصد بها النقطة الرابعة ليه وتصبح النتيجة بفارق نقطتين لصالح محمد البيلي، وضربة ارسال مع احمد نديم 4-6. يا سلام يا بيلي، يا سلام يا بيلي، كرة لولبية خلفية قوية يحصد بها النقطة السابعة ليه على يسار اللاعب احمد نديم لاعب نادي انبي، تصبح النتيجة 4-7. كور قصيرة ثم ضربات متتالية قوية ثم هجوم من محمد البيلي، الحظ يلعب معاه وتحف الكرة حافة الشبكة وتغير من اتجاهها بتصعب على اللاعب المنافس ويزداد الفارق الى 4 نقاط لصالح محمد البيلي اللي معاه ضربة الإرسال، متقدم 8-4 في الشوط الثاني. هجوم متبادل، هجوم متبادل ولكن أحمد نديم يحسم الموقف لصالحه ويحصد النقطة الخامسة ليه ويخلص الفارق إلى 3 نقاط، 8-5. محمد البيلي ضربة إرسال. يا سلام يا احمد، كرة خاطفة من الباك هاند على اقصى يسار اللاعب محمد البيلي، لا يستطيع ان يردها ردا سليما ويتقلص الفارق الى نقطتين، 6-8 لصالح محمد البيلي. كرة قصيرة ثم هجوم من احمد نديم، هجوم من احمد نديم ورد اجمل من محمد البيلي بضربة باك هاند سبين فيها دوران خلفي، 6-9 شبكة تعاد. هجوم من احمد نديم يخلص الفارق الى نقطتين بضربة خاطفة ساحقة على يمين محمد البيلي، تصبح النتيجة 9-7 لصالح محمد البيلي لاعب النادي الاهلي. جميل 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 جميل، ضربات فنية جميلة من كلا اللاعبين يحصد بها اللاعب محمد البيلي النقطة العشرة لي ويصبح الفارق 3 نقاط، 10-7، وضربة ارسال مع
محمد البيري لاعب النادي الاهلي. كرة خارج الطاولة من احمد نديم، استقبال غير جيد، ينهي هذا الشوط لصالح محمد البيري 11-7. النتيجة 1-1 في المباراة الاولى. الشوط الاول كان 11-8 لصالح احمد نديم، والشوط الثاني 11-7 لصالح محمد البيلي. مباراة ممتعة في فنون لعبة تنس الطاولة. اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، اثنين لعيبة مخضرمين، اثنين لعيبة بيتمتعوا بالمستوى الفني الراقي والخلق القويم. الجهاز الفني للنادي الاهلي يقف عن بكرة ابيه. محمد البيلي يطلب منهم الدعم، المساندة، التعليمات، النصائح، الارشادات. الخبير الصيني زانج تشاولينج بدأ ينطق ويتكلم، بيتكلم عربي كويس. حكم اللقاء كابتن مجدي عطية الحكم الدولي يعلن عن انتهاء الوقت المخصص للراحة بين الأشواط. دعوة لمحبي وعشاق تنس الطاولة في كل مكان للاستمتاع بفنون لعبة تنس الطاولة. أحمد نديم الإرسال الأول في الشوط الثالث، وهجوم من أحمد نديم، وهجوم مضاد من محمد البيري، ولكن في الشبكة. النقطة الأولى للاعب أحمد نديم في الشوط الثالث من المباراة الأولى. محمد البيري بدأ يرجع خطوة أو خطوتين ورا ويهاجم من الخلف. النقطة الأولى لي 1-1، ومع ضربة إرسال محمد البيري، هجوم من محمد البيري، ولكن تحف الكرة حاف الشبكة العليا وتغير من اتجاهها خارج الطاولة، وتصبح النتيجة 1 محمد البيري 2 أحمد نديم. تردد أحمد نديم، ولكن الحظ بيلعب مع أحمد نديم. الكرة تحف الحافة العلوية من الشبكة وتغير من اتجاهها وتنزل ورا الشبكة، تضايق اللاعب محمد البيري 3-1. محمد البيري بيهاجم من الباك هاند، اللعبة اللي بيتميز بيها، ولكن خارج الطاولة. الفارق يصبح 3 نقاط لصالح أحمد نديم اللي معاه ضربة الإرسال 4-1. كرات قصيرة بكيرة، ثم هجوم من أحمد نديم، ولكن يرد عليه محمد البيري بهجوم أقوى، وتصبح النتيجة 2-4. 2 محمد البيري 4 أحمد نديم. ضربة إرسال مع محمد البيري لاعب النادي الأهلي والمنتخب القومي المصري. يا سلام يا بيري، كرة في اليمين وكرة في الشمال، وينهي النقطة لصالحه ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة 3-4. هجوم متبادل، ولكن في النهاية النقطة لمحمد البيلي 4-4. وضربة إرسال مع أحمد نديم لاعب نادي إنبي. أحمد نديم بيحاول انه يبادر بالهجوم، ولكن خارج الطاولة 4-5. 4 احمد نديم 5 محمد البيلي، بيلتقط انفاسه احمد نديم اللي معاه ضربة الارسال. شبكة تعاد،
الله الله، ضربات هجوميه متبادله في اماكن مختلفه ومتنوعه من الطاوله من كلا اللاعبين محمد البيلي واحمد نديم. التعادل 5-5، مباراه ممتعه في فنون تنس الطاوله، نقطه هنا ونقطه هنا، ما تعرفش مين اللي هيكسب. محمد البيلي ضربه ارسال، هجوم من احمد نديم، رد من محمد البيلي، هجوم من احمد نديم، رد من محمد البيلي، هجوم من احمد نديم. الله 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 يا بيلي، الله يا بيلي، بيرجع ورا ويضرب كرة لولبية خلفية على اقصى يمين اللاعب احمد نديم اللي يبص لها ويتفرج عليها، رغم انه هو اللي بادر احمد نديم بالهجوم، ولكن محمد البيلي بكلمة السر الباك هاند سبين ستريت مباشرة مستقيمة لا تصد ولا ترد، ويتقدم 6-5. محمد البيلي اللي معاه ضربة الإرسال لاعب النادي الأهلي. الله يا بيلي، متعنا بالنقطة الأخيرة، مجهود وافر من كلا اللاعبين. يا سلام يا بيلي، بجزع بجزعه كده يحول الكرة من، بدل ما يلعبها على يمين اللاعب احمد نديم يلعبها على يساره. كرة ماكرة 5-7، وضربة ارسال مع احمد نديم، شبكة تعاد. هجوم من محمد البيلي، هجوم من محمد البيلي اللي بدأ يكشر عن انيابه، بدأ يطلع ما في جعبته، يا ما في الجراب يحاول. 5-8، يزداد الفارق الى 3 نقاط. يا سلام يا بيلي، كلمة السر الباك هاند، كلمة السر سبين باك هاند في عكس اتجاه اللاعب احمد نديم على رجله الثابتة. 9-5، يزداد الفارق الى 4 نقاط، وهجوم من احمد نديم ولكن في الشبكة. 10-5، 10-5، الفارق 5 نقاط لصالح محمد البيلي مع ضربة ارسال، ويضع احمد نديم الكرة في الشبكة، ويتقدم محمد البيلي 2-1 11-5 في الشوط الثالث. احمد نديم بدأ الشوط الاول بداية قوية، استطاع ان يحصد هذا الشوط لصالحه 11-8، ولكن محمد البيلي في الشوط الثاني استطاع انه ينهي لصالحه 11-7، ولكن في الشوط الثالث محمد البيلي استطاع ان يتفوق مهاريا بكلمة السر سبين باك هاند بضربات قوية من خارج الطاولة. الضربات اللي من خارج الطاولة بيكون فيها شو، بيكون فيها استمتاع للجماهير اللي بتحضر النهاردة من عشاق ومحبي تنس الطاولة في محافظة الإسماعيلية. رئيس منطقة الإسماعيلية لتنس الطاولة الأستاذ المحاسب عمرو عمارة بيوفر أجواء مناسبة، ومجهود كبير لمنطقة الإسماعيلية لتنس الطاولة، بيعود مرة أخرى حكم اللقاء الحكم الدولي رضا عطية بالإعلان عن انتهاء الوقت المخصص لتلقي التعليمات والنصائح والإرشادات. محمد البيلي مستعد، أحمد نديم بيعود إلى طاولة اللعب لبدء الشوط الرابع. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وضرب الإرسال مع محمد البيلي. هجوم من أحمد نديم ولكن خارج الطاولة، ضرباته النهاردة غير موفقة، ما فيهاش تركيز. محمد البيلي مستجمع كل قواه. ضربة الإرسال الثانية لمحمد البيلي، متقدم 1-0 أو 1-0.
وادي التعادل لاحمد نبيل. لسه الاماني ممكنه. احمد نديم ضربه ارسال ولكن في الشبكه من احمد نديم. واحد احمد نديم، اثنين محمد البيلي، وادي كمان في الشبكه. قلت لحضراتكم احمد نديم ضرباته غير موفقه، ما فيهاش تركيز، متردد، ولكن محمد البيلي مكشر عن انيابه ويطلب احمد نديم الوقت المستقطع الاول ليه. هو حاسس انه ضرباته مش مظبوطة، تركيزه مش كافي، فبيحاول انه ياخد تعليمات، نصائح، ارشادات من الكابتن ايمن زكريا رئيس جهاز تنس الطاولة بنادي انبي. هنشوف النتيجة، فارق نقطتين لصالح محمد البيلي، 3-1 في الشوط الرابع. حكم اللقاء الكابتن رضا عطية، يعاونه الحكم الدولي او حكم الاول هيكون كابتن حكم الدولي معتز صالح، وحكم العداد او الحكم المعاون رضا عطية. 4-1 لصالح محمد البيلي. محمد البيلي اكثر تركيزا في هذا الشوط، متقدم بفارق 4 نقاط، 5-1. بدأ احمد نديم اهو يضرب الكرة في الارض، مش عاجبه اداؤه، كل كور في الشبكة، هو مش عارف ايه اللي بيحصل، جايز يكون مستعجل، جايز يكون مش مركز التركيز الكافي. هجوم من محمد البيلي، ولكن نقطة يحصدها اللاعب أحمد نديم ليقلص الفارق إلى 4 نقاط. النتيجة 6 محمد البيلي، 2 أحمد نديم. هجوم من محمد البيلي ولكن خارج الطاولة، يتقلص الفارق إلى 3 نقاط، 6-3. وقت مستقطع، تايم أوت يطلبه محمد البيلي. فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة الحسابات. قلت لحضراتكم إن في الشهر يعني في أواخر هذا الشهر، شهر مارس، كان في لقاء بين النادي الأهلي ونادي إنبي في نهائي كأس مصر لتنس الطاولة، وكان نادي إنبي متقدم في المباريات 2-0، ولكن استطاع النادي الأهلي انه يحول هزيمته الى انتصار وخسارته الى فوز 3-2. كانت مباراة غاية في الروعة، ولكن النهاردة النادي الأهلي بيبتدي بداية قوية باللاعب محمد البيلي. بيبو تنس الطاولة المصرية محمد البيلي، وأحمد نديم ديمو تنس الطاولة المصرية. هنشوف بيبو ولا ديمو النهاردة اللي هيكسب. محمد البيلي يضع الكرة في الشبكة وتصبح النتيجة 4 أحمد نديم، 6 محمد البيلي. الشبكة تعاد. بيحاول محمد البيلي انه يهاجم، ولكن
كرة قصيرة مكيرة من أحمد نديم يضعها محمد البيلي في الشبكة وتصبح النتيجة 5 أحمد نديم 6 محمد البيلي. وآدي أحمد نديم يهدي محمد البيلي نقطة غالية بإخفاقه في ضربة الإرسال عندما عليها ندم كبير. 5 أحمد نديم 7 محمد البيلي اللي معاه ضربة الإرسال 7-5. وآدي كورة كمان بيهديها أحمد نديم إلى محمد البيلي. بقول لحضراتكم ضرباته غير موفقة اليوم. وآدي كمان كورة بيضعها خارج الطاولة ويصبح الفارق 4 نقاط لصالح محمد البيلي. 5 أحمد نديم 9 محمد البيلي. كرة محمد البيلي أيضا يضعها خارج الطاولة ويتقلص الفارق إلى 3 نقاط 6-9. أحمد نديم بيحاول يا سلام يا بيلي، ولكن البيلي مقفل الطاولة كويس، مركز كويس، بيرد الكرة رد كويس. 10-6 يفوز محمد البيلي 11-6 وينهي هذه المباراة لصالحه 3-1. المباراة الأولى يتقدم النادي الأهلي 1-0. نستعد الآن للمباراة الثانية في لقاء القمة في الدورة المجمعة الأولى بمحافظة الإسماعيلية بالصالة رقم 2 بنادي هيئة قناة السويس بين اللاعب خالد عصر لاعب النادي الأهلي واللاعب أحمد علي صالح برنس تنس الطاولة المصرية ولاعب نادي إنبي. اللاعب أحمد علي صالح ده لاعب المنتخب القومي المصري، لاعب يطلق عليه محبي ومشجعي برنس تنس الطاولة المصرية، له العديد من الألقاب، بطل أفريقيا 6 مرات أعوام 97 2000 في أثيوبيا، 97 في جنوب أفريقيا، 2005 في الكونغو و2007 في الكونغو، 2010 في الكاميرون و2011 في المغرب، بطل العرب 7 مرات أعوام 98 بالمغرب و2000 بسوريا و2002 بالأردن و2005 بلبنان و2007 بمصر و2009 بمصر و2017 بسلطنة عمان، ممثل قارة أفريقيا في بطولة الأساتذة 98 بالصين و2001 بإيطاليا و2005 بلجيكا و2007 بأسبانيا، 2011 بإنجلترا و2013 بفرنسا، محترف في الأسباني مواسم 2003 و2004 ومنذ عام 2005 وحتى الآن في الدوري التركي، يلعب لفنربخشة منذ عام 2008 وحتى الآن، فاز بعدة ألقاب دوري وكأس مع أندية فخاربخشة وترك تيليكام وأدانا، مشاركة في 2 دورة أولمبية 2008 في بكين و2012 في لندن. تاريخ مشرف لبرنس تنس الطاولة المصرية أحمد علي صالح اللاعب المخضرم لاعب نادي إنبي والمنتخب القومي المصري. بيقابله اللاعب خالد عصر اللاعب النادي الأهلي والمنتخب القومي المصري، لاعب واعد حصل على برونزية أفريقيا في فرد الرجال 2015 وبرونزية نهائيات كأس العالم فرد الناشئين 18 سنة بالهند 2010، شارك في 3 بطولات عالم ومرتين كأس عالم فرق، ضمن الفريق الذي حقق معجزة المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم فرق الرجال عام 2013 بجوانزو بالصين. يعول عليه النادي الأهلي أمل لتنس الطاولة المصرية خلال الفترة القادمة من الصف الثاني اللي بدأ يجلس على مقاعد الصف الأول للمنتخب القومي المصري مع زملائه أحمد علي صالح ومحمد البيلي وأخوه عمر عصر المحترف أيضا خارج القطر المصري. ضربات الإحماء الأولى قبل بدء
المباراة الثانية. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مباراة بين الخبرة والشباب، السرعة والقوة، الحكمة للاعب أحمد علي صالح. هنشوف لقاء ممتع إن شاء الله. خالد عصر عايز يقول أنا هو أنا اكتمل نمول وقدراتي أصبحت جاهزة للإعلان عن نفسها، وأحمد علي صالح بخبرته وحنكته هيحاول إنه يلملم من ورا المارد الأهلاوي خالد عصر. الآن أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، لحظات ونبدأ المباراة الثانية بالنقطة الأولى لضربة إرسال للاعب خالد عصر لاعب النادي الأهلي صاحب القميص الأحمر. هجوم من أحمد علي صالح ولكن خارج الطاولة، تقدم لخالد عصر 1-0 ومعاه ضربة الإرسال الثانية ليه. هجوم بضربة لولبية أمامية قوية على أقصى يمين اللاعب أحمد علي صالح من اللاعب خالد عصر، يحصد بها النقطة الثانية ليه، وتغيير في ضربة الإرسال. لا شيء، أحمد علي صالح 2 خالد عصر. هجوم من أحمد علي صالح وهجوم مضاد من مارد تنس الطاولة الأهلاوي خالد عصر. تصبح النتيجة لا شيء 3. أحمد علي صالح ضربة الإرسال صاحب القميص الأسمر. هجوم من أحمد علي صالح، هجوم مضاد من المارد خالد عصر، تقدم أهلاوي في المباراة الثانية في شوطها الأول. 4-0 لصالح خالد عصر اللي معاها ضربة الإرسال. أحمد علي صالح بيحاول إنه يهاجم ولكن خارج الطاولة، تقدم بفارق 5 نقاط لصالح خالد عصر 5-0. هجوم هجوم من خالد عصر، لا يستطيع أحمد علي صالح أن يرد الكرة ردا سليما. تقدم أهلاوي بفارق 6 نقاط، 0 أحمد، 6 خالد عصر. يا سلام يا أحمد، يا سلام يا أحمد، بدأ هو يستجمع قواه، يكشر عن أنيابه، النقطة الأولى لي. وآدي كمان النقطة الثانية، ضربات قوية من الباك هاند في أقصى يسار اللاعب خالد عصر، لا يستطيع خالد أن يرد الكرة ردا سليما. خالد مع ضربة الإرسال ويتقلص الفارق إلى 4 نقاط، 6-2. خالد عصر، خالد عصر هجوم 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 ولكن ينهي الكرة في الشبكة، يتقلص الفارق إلى 3 نقاط، 6 خالد عصر، 3 أحمد علي صالح اللي بدأ يستجمع قواه. زحلقة خفيفة من أحمد ولكن يستجمع قواه مرة أخرى، و 4-6. يتقلص الفارق إلى نقطتان أو نقطتين، 4 أحمد علي صالح، 6 خالد عصر، 4 نقاط متتالية للاعب أحمد علي صالح. الأرض اللي زحلقته بيطلب معالجة سريعة.
اول الملعب كابتن ابو الذهب ودينامو الدورة المجمعة الاولى وبطولات الاتحاد الكابتن طارق زكي بيسارعوا بمحاولة علاج المنطقة المتسببة في انزلاق اللاعبين بقدر المستطاع، معالجة سريعة. سلامة اللاعبين اولا. مسؤولية الحكم ان يوفر سلامة اللاعبين للحفاظ عليهم. كابتن طارق زكي دينامو الاتحاد المصري تنس الطاولة في اللجان المنظمة لبطولاته المحلية، خبرة كبيرة. نعاود أعزائي مشاهدي قناة الأهلي اللقاء المرتقب بين النادي الأهلي ونادي إنبي في ختام الدورة المجمعة الأولى للدوري الممتاز ألف للرجال للموسم الرياضي 2018-2019. النتيجة 4 أحمد علي صالح، 6 خالد عصر، ولكن إمداد للصق لمعالجة مشاكل التزحلق على الأرض. حكم عام البطولة الكابتن محمد الرودي، حكم عام دولي أو حكم دولي عام، ونائبه الحكم الدولي العام خالد زكي، حكام منطقة الإسماعيلية لتنس الطاولة، طاقم كامل من منطقة الإسماعيلية لتنس الطاولة، كابتن مجد عطية الحكم الدولي، وكابتن معتز صالح. تتميز منطقة الإسماعيلية بحكامها على مدار السنوات الماضية. قلنا إن النادي الإسماعيلي عاود نشاطه في تنس الطاولة مرة أخرى بقيادة الكابتن طارق فتحي رئيس جهاز تنس الطاولة، ومع الكابتن أحمد يعود مدرب عام للرجال، والكابتن حازم سالم بدعم من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي. الأندية الكبيرة الشعبية بتهتم بالألعاب الشهيدة ومنها تنس الطاولة. أحمد علي صالح ضربة الإرسال، هجوم من خالد عصر يحصد بيه النقطة 7 ليه، ويصبح الفارق 3 نقاط، 4 أحمد علي صالح، 7 خالد عصر. هجوم من أحمد علي صالح في أقصى يسار اللاعب خالد عصر يحصد النقطة 5 ليه ويقلص الفارق إلى نقطتين، 7 خالد عصر، 5 أحمد علي صالح. وضربة إرسال مع خالد، يا سلام يا أحمد، يا سلام يا أحمد، كرة قوية لولبية أمامية مباغتة على أقصى يمين اللاعب خالد عصر، لا يستطيع أن يردها ردا سليما. خالد عصر ضربة إرسال، كرة خارج الطاولة من أحمد علي صالح، 6 أحمد علي صالح، 8 خالد عصر، الفارق نقطتين. ضربة إرسال مع أحمد، كرة قوية من خالد عصر ولكن خارج الطاولة، يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة، 7 أحمد، 8 خالد. ضربة إرسال مع أحمد لاعب نادي إنبي،
الله الله الله، ضربات قوية متبادلة بين أحمد علي صالح وخالد عصر. في النهاية يحسب خالد عصر النقطة لصالحه ويتقدم 9-7 يا سلام يا خالد، يا سلام يا خالد. خالد عصر يبدأ يطلع ترابيجه ويتقدم إلى النقطة 10 بفارق 3 نقاط عن اللاعب أحمد علي صالح. 10-7 وضربة الزر مع خالد عصر. يا سلام يا أحمد، ضربة لولبية خلفية قوية على يسار اللاعب خالد عصر، لا يستطيع أن يردها ردا سليما. وفرصة لالتقاط الأنفاس في مجموع النقاط 18 التي تقبل القسمة على 6. ثمانية أحمد، 10 خالد في الشوط الأول من المباراة الثانية في لقاء النادي الأهلي ونادي إنبي في تنس الطاولة. وهذه نقطة كمان من ضربة إرسال، أحد المهارات الأساسية للعبة تنس الطاولة التي يستطيع بها اللاعب أن يحصد النقاط. أحمد علي صالح النفس، 19. يا سلام يا خالد، 11-9 ينهي خالد عصر الشوط الأول لصالحه بتقدم 11-9. أحمد علي صالح أدى شوط جميل، ولكن خالد عصر القوة، الشباب، السرعة، التركيز. هنشوف أحمد هيقدر يعمل إيه في الأشواط القادمة. مجهود وافر من كلا اللاعبين حقيقة، وفنيات عالية، الاثنين بيجيدوا اللعب من خارج الطاولة. بلمحات فنية تسعد الجماهير. هنشوف، لسه الأماني ممكنة. المهندس خالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي لتنس الطاولة قال لي قبل بدء هذه اللقاء او قبل بدء هذه المباراة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، بينظم الاتحاد الافريقي بطولة افريقيا لذوي الاعاقة بمحافظة الاسكندرية خلال شهر 6 القادم. هجوم من أحمد علي صالح في النقطة الأولى، ولكن بيلوم نفسه إزاي ما بتعديش، لا شيء واحد. يا سلام يا أحمد، يكشر عن أنيابه وضربات متفاوتة بين اليسار واليمين واليمين واليسار. 1-1. يا سلام يا خالد، يا سلام يا خالد، يجيبه كده ناحية اليمين ويقوم عطيله واحدة في الركن البعيد الهادي ويتقدم خالد 2-1 ومعاه ضربة الإرسال. وآدي أحمد صالح يرد عليه رد قوي بكرة مباغتة ساحقة يحصد بها النقطة الثانية ليه، وتصبح النتيجة التعادل 2-2.
وضربة إرسال مع أحمد علي صالح برنسة تنس الطاولة المصرية، ولكن خارج الطاولة. 2-3. أنا شايف خالد أكثر تركيزا. يا سلام يا خالد، يا سلام يا خالد، النهاردة يومه حركة سريعة، تركيز عالي، مهارة فائقة، قوة وسرعة ورشاقة ومرونة. تقدم خالد عصر 4-2 ومعاه ضربة الإرسال. الله عليك يا أحمد، الله عليك يا أحمد، من أقصى يسار الطاولة يلعب ضربة أمامية لولبية على يسار اللاعب خالد عصر، يحصد بها النقطة الثالثة لي ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة، تصبح النتيجة 4-3 أحمد صالح. خالد عصر يا سلام يا خالد، ولكن خارج الطاولة. خالد عصر محترف في نادي كوبنهاجن بالدنمارك، الاحتراف يرفع من المستوى الفني، يزيد من الخبرات الدولية. أحمد صالح محترف قديم. يا سلام يا أحمد، من أقصى يسار الطاولة يلعب كرة أمامية لولبية في خط مستقيم على أقصى يمين اللاعب خالد عصر، اللي أقصى حاجة إنه يتفرج عليها وهي معدية. تقدم لأحمد علي صالح برنسة تنس الطاولة المصرية والعربية والأفريقية، وآدي نقطة كمان، نقطة كمان يضيف بها اللاعب أحمد علي صالح إلى رصيد نقاطه النقطة الستة بفارق نقطتين عن اللاعب خالد عصر، اللي بدأ يريح شوية أو يتكاسل أو يفقد تركيزه. 4-10، 6 أحمد علي صالح. يا سلام يا أحمد، يا سلام يا أحمد، ضربة أمامية لولبية قوية من أقصى يسار الطاولة على أقصى يسار الطاولة من جهة اللاعب خالد عصر، يحصد بها النقطة السابعة لي ويتقدم بفارق 4 نقاط، 4-7. كرة خارج الطاولة من أحمد علي صالح، يتقلص الفارق إلى نقطتين، 5 خالد عصر، 7 أحمد علي صالح، مجموع النقاط 12، تقبل القسمة على 6. الفرصة للتنشيف والتقاط الأنفاس واستجماع القوة. أحمد علي صالح ضربة الإرسال. خالد عصر بيحاول انه يحول ضربة الإرسال الى ضربة هجومية ولكن في الشبكة، وتقدم لأحمد علي صالح بفارق 3 نقاط، 8-5، ومعاه ضربة الإرسال. وادي كرة عالية ولكن أحمد علي صالح يطلعها خارج الطاولة ويتقلص الفارق الى نقطتين، 6 خالد، 8 أحمد. خالد عصر ضربة الإرسال، هجوم من خالد ورد من أحمد، هجوم من خالد ورد من أحمد، هجوم من أحمد ورد من خالد، ولكن لا يستطيع خالد أن يرد الكرة ردا سليما ويهدي النقطة إلى أحمد. 6-9. يا سلام يا خالد، وداه في اقصى اليمين واداله الكرة في اقصى اليسار. خالد عصر يقلص الفارق الى نقطتين، وتقدم لاحمد علي صالح 9 وخالد 7، وضربة ارسال مع احمد علي صالح. الميزة النسبية في استغلال ضربة الإرسال.
يا سلام يا احمد، يا سلام يا احمد، كرة جميلة في اقصى يمين الطاولة للاعب خالد عصر، يحصد بها النقطة العشرة لي، ويبقى قاب قوسين او ادنى من الحصول على هذا الشوط الثاني من المباراة الثانية، ومعاه الميزة النسبية ضربة الارسال. عشرة احمد، سبعة خالد، وهجوم من احمد ورد من خالد، ولكن خارج الطاولة. 11-7 احمد علي صالح برنس تنس الطاولة المصرية، وتصبح النتيجة 1-1 في المباراة الثانية. تقدم خالد عصر بالشوط الاول 11-9، ورد احمد علي صالح في الشوط الثاني ب 11-7. وفي انتظار الشوط الثالث تحديد الترتيب من 1-8 كان معاه في المجموعة نادي إنبي اللي بيلعبوا في الختام، ونادي الزمالك والعاب دمنهور وخفر الشيخ والمعادي وطلائع الجيش وسبورتينج. أيضا في نفس الفترة كان في تحديد مراكز من 9-16، شارك فيها سكة حديد إسماعيلية، كانت بتضم أندية سكة حديد إسماعيلية وطنطا والصيد المصري واستاد المنصورة والرواد والحوار بالتقالية واصحاب الجياد بالاسكندرية ونادي المنيا. ايضا لعب على تحديد المراكز من 17-24 نادي اسوان ونادي الاسماعيلي ونادي الرباط والانوار البورسعيدي ونادي مدينة نصر ونادي رشيد ونادي الجزيرة والزهور ونادي دسو. عودة مرة اخرى اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان لمتابعة الوصف التفصيلي للشوط الثالث من المباراة الثانية للقاء النادي الأهلي ونادي إنبي في ختام الدورة المجمعة الأولى للدوري الممتاز ألف للرجال، وتقدم أهلاوي للاعب خالد عصر 1-0 اللي معاه ضربة الإرسال صاحب القميص الأحمر على الجانب الأيسر من الطاولة. يا سلام يا سلام، ضربات هجومية متبادلة، هجوم وهجوم مضاد، يسفر عن التعادل 1-1، وتغيير لضربة الإرسال مع البرنس أحمد علي صالح. أحمد علي صالح يضع الكرة خارج الطاولة، المارد الأهلاوي في تنس الطاولة خالد عصر يتقدم بنقطتين لنقطة واحدة للاعب أحمد علي صالح، وهجوم من أحمد علي صالح، هجوم من أحمد علي صالح، ضربات قوية ساحقة، يحصد بها النقطة الثانية لي ويعاود التعادل 2-2، وتغيير لضربة الإرسال مع المارد الأهلاوي في تنس الطاولة خالد عصر. هجوم من احمد علي صالح بكرة مكيرة متدورة فيها موزة فيها لولب، خالد عصر لا يستطيع ان يردها ردا سليما، ويتقدم اللاعب احمد علي صالح لاعب نادي انبي المنتقل من نادي الزمالك منذ اكثر من موسمين في صفقة رابحة لنادي انبي. 3 احمد 2 خالد 2 خالد 3 احمد، لان خالد اللي معاه ضربة الارسال. يا سلام يا احمد، يا سلام يا احمد، هارد لك، هارد لك يا احمد، كرة جميلة لم اكتر من مرة من خارج الطاولة، هو بيجيد اللعب من خارج الطاولة بطريقة استعراضية فيها شو. 3-3 التعادل، ومعاه ضربة الارسال
كرة جميلة من احمد علي صالح على يمين اللاعب خالد عصر الذي لا يستطيع ان يرد الكرة ردا سليما ويردها خارج الطاولة ليتقدم اللاعب احمد علي صالح 4-3 ومعاه ضربة الارسال. يا سلام يا احمد، الحظ بيلعب وتحف الكرة حافة الشبكة العلوية وتغير من اتجاهاتها وتبقى صعبة على اللاعب خالد عصر اللي يندب حظه، ولكن معاه ضربة ارسال خالد عصر والنتيجة 3 لصالحه و5 لصالح اللاعب احمد علي صالح. يا سلام يا خالد، يا سلام يا خالد، ضربة ساحقة يحسب بها النقطة الرابعة لي ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة 4-5 أحمد. ضربة إرسال لخالد عصر، يا سلام يا أحمد، برنس والله، والله برنس تنس الطاولة فعلا، يمتع الجماهير ويعلن عن نفسه ويحصد النقطة الستة لي ويتقدم بفارق نقطتين على خالد عصر اللي بيجتهد وبيطلع كل ما عنده. عمال يقول في عقل باله، طب اعمل له ايه اكتر من كده؟ 6 احمد 4 خالد. يا سلام يا خالد، بدأ يلعب على رجله الثابتة ويخلص الفارق إلى نقطة واحدة خالد عصر 6 أحمد 5 خالد. أحمد البنزين بيبدأ يخلص، لازم يلتقط أنفاسه، كتر خيره. أحمد علي صالح، أحمد علي صالح يتقدم بالنقطة السبعة، تصبح النتيجة 7-5، مجموعهم 12 يقبلوا القسمة على 6. الفرصة للتنشيف والتقاط الأنفاس واستجماع القوة. خالد شاب مارد أهلاوي واقف على الطاولة مش فارقة معاه، بيقول له تعالى لي، وأحمد علي صالح عمال يحاول إنه يستجمع قوة ويلتقط أنفاسه، وخالد عصر عايز ينقض عليه. أدي خالد بينطق الكرة مرة واثنين ويركز. خالد عصر يطلع الكرة خارج الطاولة وتصبح النتيجة 5-8. النادي الإسماعيلي أرسل مصوره كابتن ميمي عروق علشان يلتقط الصور لهذه البطولة لنشرها في وسائل الإعلام المختلفة، بنحييه وبنشكره. تسعة خمسة لصالح أحمد علي صالح اللي معاه ضربة إرسال، تعدي الكرة من تحت إيده يندب حظه. 9-6 الفارق 3 نقاط، 9 أحمد 6 خالد. مالوش ملك أحمد، المارد الأهلاوي بيحاول معاه بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة، أهو بيضرب شمال ويمين وأدي واحدة شمال يحصد بها النقطة السابعة ليه خالد عصر. شوط مهم جدا سيغير من مجريات المباراة واللقاء. خالد عصر مع ضربة الإرسال وسان السكينة اللي هو مضربه، أهو يحصد النقطة الثامنة ويقلص الفارق من 4 نقاط إلى نقطة واحدة. 8 خالد 9 أحمد، هنشوف
طلب تايم اوت. احمد علي صالح نزيف النقاط جايز هذا الوقت المستقطع يكون فرصة لإعادة الحسابات واستجماع القوة والتقاط الأنفاس. هنشوف تقدم لأحمد بفارق نقطة واحدة ويقترب من نهاية الشوط الثالث في تعادل في الأشواط 1-1. شوط مهم جدا ونقاط في غاية الأهمية النقاط القادمة. علي غلاب بيستعد للمباراة الثالثة خلف دكة الاحتياط للنادي الأهلي. يعلن حكم اللقاء الحكم الدولي رضا عطية انتهاء الوقت المخصص للوقت المستقطع اللي هو دقيقة واحدة. خالد عصر معاه ضربة الإرسال المارد الأهلاوي في تنس الطاولة. يا سلام يا خالد، يا سلام يا خالد، بيديله القضية في الحتة الفاضية في الركن البعيد الهادي من الجانب الأيمن من الطاولة. أحمد علي صالح يجي شمال ما يقدرش يرجع يمين. تصبح النتيجة التعادل 9-9. ثلاث أو أربع نقاط متتالية للاعب خالد عصر. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا خالد. احمد علي صالح بيضع كل قوته في هذه الضربة ولكن خالد عصر بروح الشباب يرد بهجوم مضاد يحصل النقطة العشرة ليه. يا سلام يا احمد، نفس الكورة اللي فاتت ولكن المرة دي تصيب والمرة اللي فاتت تخيب. التعادل 10-10. الشوز الأول في هذه المباراة وفي هذا الشوط الثالث لابد أن يحصل أحد اللاعبين على نقطتين متتاليتين ويتبدل ضربات الإرسال مرة لكل منهما. آدي خالد عصر ضربة إرسال موفقة يحصد بها نقطة عزيزة غالية ويتقدم 10 أحمد 11 خالد. يا سلام يا أحمد، اداله كورة جميلة في عكس اتجاه جسمه على رجله الثابتة ويحصل النقطة 11 ليحقق التعادل الأول. خالد عصر ضربة إرسال 11-11. أحمد علي صالح فكر فيها صح ولكن التنفيذ ما كانش صح. 11 أحمد 12 خالد. نقاط عزيزة وغالية. ضربة إرسال مع أحمد. يا سلام يا أحمد، يضع كل قوته في هذه الضربة اللولبية الأمامية القوية على أقصى يمين اللاعب خالد عصر يحصد بها النقطة 12 ويحقق التعادل الثاني أو الثالث. 10-10 ثم 11-11 ثم 12-12. لابد أن يحصد أي من اللاعبين على نقطتين متتاليتين. ضربة إرسال مع خالد عصر.
التركيز وهجوم من خارج العصا ولكن خارج الطاولة، خارج الطاولة. يتقدم احمد علي صالح بنقطة 13-12 ومعاه الميزة النسبية ضربة الارسال. تركيز واستعداد. هجوم من احمد علي صالح ينهي بيه الشوط لصالحه 14-12. الشوط الثالث تصبح النتيجه 2-1 لصالح نادي انبي، واللاعب احمد علي صالح في المباراه الثانيه اللي حسمها النادي الاهلي في مباراته الاولى لصالحه من خلال اللاعب محمد البيلي بفوزه على اللاعب احمد نديم 3-1. دلوقتي النتيجة 2-1 لصالح احمد علي صالح. هنشوف الصراع ما بين الخبرة والشباب، القوة والسرعة. اللقاء الهام، قمة تنس الطاولة المصرية بين النادي الاهلي ونادي انبي في ختام الدورة المجمعة الاولى للدوري الممتاز الف للرجال اللي بتستضيفه صالة نادي هيئة قناة السويس رقم 2 بمحافظة الاسماعيلية. منذ قليل انتهت الدورة المجمعة الاولى للسيدات في الدوري الممتاز المصري واللي توج فيها النادي الاهلي، فريق سيدات النادي الاهلي بالمركز الاول باكتساح ودون منافس. كابتن رضا عطية لازم يكون محضر الكرة. 2-1 احمد علي صالح نادي انبي، وضربة الارسال الاولى في الشوط الرابع من المباراة الثانية. وهجوم بضربة امامية لولبية قوية على يسار اللاعب خالد عصر، يحصد بها اللاعب احمد علي صالح النقطة الاولى ليه. وهجوم من احمد علي صالح، كرة سهلة وعالية ولكن استعجل فيها، وانذار لانه اكيد تلفظ بلفظ. ادي الانذار لاحمد وانذار لخالد. ادي خالد عصر كمان خارج الطاولة. تقدم احمد علي صالح 1 خالد 2 احمد. ضربة ارسال مع خالد عصر وهجوم من خالد عصر ورد الهجوم بهجوم اقوى من احمد اللي بيتقدم بفارق نقطتين. 3 احمد ومعاه ضربة ارسال، 1 خالد. كور العالية احمد علي صالح، هو عشان راجع خارج الطاولة. ثلاثة اثنين لصالح احمد اللي معاه ضربة الارسال. تركيز. شبكة تعاد. اهي المرة دي لعبها صح من اعلى نقطة وضرب كرة ساحقة على أقصى يمين اللاعب خالد عصر، وتقدم لأحمد علي صالح بأربع نقاط لصالح نقطتين
للاعب خالد عصر بفارق نقطتين. ضربة ارسال مع خالد عصر اللي بدأ يهدى. ادي احمد علي خالد ضربات في مقتل فيها تركيز عالي ووقت مستقطع. تايم اوت يطلبه كابتن ايمن زكريا رئيس جهاز تنس الطاولة بنادي انبي. يحضر لقاء اليوم النائب اشرف نائب محافظة الإسماعيلية بمجلس النواب مع الكابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة والمهندس خالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري ومنطقة الإسماعيلية لتنس الطاولة بقيادة المحاسب أشرف عمارة. والجهاز الفني للمنتخبات القومية المصرية كابتن ماجد عاشور والكابتن أشرف حلمي. الجهاز الفني للمنتخبات القومية راضي كل الرضا عن أداء لاعبي المنتخبات القومية ونتائجهم خلال الفترة الماضية واستعداداتهم للاستحقاقات الخارجية القادمة سواء على مستوى الناشئين اللي هتكون في غانا في شهر أبريل أو بطولة العالم اللي هتقام في المجر لفردي الرجال والسيدات. وآدي تقدم لبرنس تنس الطاولة اللي بدأ يمسك مقاليد وزمام المباراة. تقدم بفارق 4 نقاط لصالح أحمد علي صالح. 6 أحمد 2 خالد. قلت لكم خالد أنا حاسس إنه بدأ يهدى. نومه أحمد علي صالح أهو نومه خلى ثورة المارد تهدأ ثم بدأ بكور ماكرة يحصد النقاط النقطة تلو الأخرى سواء بضربات الإرسال أو بالضربات اللولبية القوية أو الضربات الساحقة. تنوع في الضربات. خالد 2 أحمد 8. وآدي هجوم وهجوم مضاد هجوم وهجوم مضاد. يحسم خالد المارد الأهلاوي النقطة لصالحه ويقلص الفارق إلى 5 نقاط. 3 خالد 8 أحمد. يا سلام يا خالد يا سلام يا خالد. كرة في اليمين وكرة في اليسار كرة في اليمين وكرة في اليسار. ضربات متنوعة على أقصى يمين وأقصى يسار اللاعب أحمد علي صالح يدوخه على الطاولة ويستنزف قوته. أهو عمال يلتقط الأنفاس في الوقت القانوني. خالد عصر يخلص الفارق إلى 4 نقاط. 8 أحمد 4 خالد. وضربة إرسال مع أحمد مع الميزة النسبية ضربة الإرسال. هنشوف كرة قصيرة وهجوم هجوم في أقصى يمين الطاولة لأن خالد رفع له الكرة واداله الفرصة إنه يلعب كرة ساحقة ينهي بها النقطة التاسعة ليه ويزود الفارق إلى 5 نقاط. وآدي هجوم من أحمد بيخلص عليه بقى خلاص. 10-4 لصالح أحمد علي صالح فارق 6 نقاط. ضربة إرسال مع خالد كور قصيرة ثم طويلة وخالد عصر يلعب كرة قوية يحصد بها النقطة 5 ليه وهجوم من أحمد علي صالح
ينهي الشوط لصالحه. 11-5 احمد علي صالح. لينهي المباراة الثانية احمد علي صالح بنتيجة 3-1. وتصبح نتيجة اللقاء 1-1. محمد البيلي بدأ بالفوز بالمباراة الأولى على أحمد نديم، ثم أحمد علي صالح نادي إنبي على خالد عصر. اللقاء الثالث أو المباراة الثالثة في هذا اللقاء ما بين الأهلي وإنبي، بين اللاعب علي غلاب النادي الأهلي وإسلام سنبل نادي إنبي. النادي الأهلي بيدفع في هذه المباراة باللاعبين الشباب أمثال علي غلاب ليأخذ الفرصة والخبرة. يعني أنا شايف سيد لاشين اللي حول الهزيمة إلى انتصار والخسارة إلى فوز خلال المباراة الماضية في كأس مصر. الجهاز الفني شالوا من التشكيل، لكن ممكن ينزلوا في الزوجي، هنشوف. لكن في المباريات الفردية سيد لاشين خارج التشكيل. فرصة ذهبية للاعب علي غلاب لاعب النادي الأهلي لأن يعلن عن نفسه قدام لاعب خبرة إسلام سنبل ابن الكابتن حسني سنبل وأخو اللاعب شادي سنبل ووسام سنبل، العيلة كلها تنس طاولة. الحكم الدولي معتز صالح يجري القرعة بين اللاعبين. الفائز بالقرعة له الحق في اختيار ضربة الإرسال أو الاستقبال والمكان، سواء من جهة اليمين أو جهة اليسار. كل دي خيارات متاحة لكاسب القرعة، أما خاسر القرعة فبيختار ما تبقى له من اختيار كاسب القرعة. يعني إذا كاسب القرعة اختار ضربة إرسال يبقى الخاسر هياخد الاستقبال، لو كاسب القرعة اختار المكان يبقى خاسر القرعة هياخد ضربة إرسال. في كل الأحوال الاختيارات الأولى لكاسب القرعة عادة يتم اختيار ضربة الإرسال الأولى، لأن زي ما اتفقنا وقلنا إن ضربة الإرسال مهارة من مهارات تنس الطاولة وميزة نسبية يستطيع اللاعب بها أن يحصد النقاط متى كان يتمتع بمهارة ضربة الإرسال والتنوع في الضربات ما بين القصيرة والطويلة واستخدام الدوران. طبقا للقواعد اللي بيضعها الاتحاد الدولي في قانون اللعبة في شروط ضربة الإرسال، ضربات إحمائية لكلا اللاعبين قبل بدء المباراة الثالثة علشان إحساس الطاولة وإحساس الكرة وإحساس المضرب. ضربة الإرسال الأولى إسلام سنبل وضربة إرسال موفقة يحصد بها النقطة الأولى. هجوم من علي غلاب يحصد النقطة الأولى لي ويحقق التعادل الأول 1-1. وتغيير بضربة الإرسال مع علي غلاب صاحب القميص الأحمر لاعب النادي الأهلي، وضربة إرسال موفقة من علي غلاب يحصد بها النقطة الثانية لي ويتقدم علي غلاب 2-1. كرة سريعة من علي غلاب ولكن خارج الطاولة
تصبح النتيجة 2-2 وتغيير لضربة الإرسال مع إسلام سنبل. إسلام سنبل يحصد النقطة الثالثة ويتقدم بفارق نقطة واحدة على علي غلاب ومعاه ضربة الإرسال، يحاول إنه ينهي النقطة لصالحه ولكن خارج الطاولة. التعادل 3-3، المجموعة 6، قبول القسمة على الستة، التنشيف والتقاط الأنفاس وإعادة التركيز واستجماع القوة. كرة جميلة من إسلام سنبل من داخل الطاولة يحقق بها النقطة الرابعة لي وبيكررها تاني، ولكن علي غلاب يراها المرة دي ويردها ردا مختلفا. التعادل 4-4 وضربة إرسال مع إسلام سنبل. علي غلاب يضع الكرة من ضربة إرسال قوية لإسلام سنبل في الشبكة، هجوم من علي غلاب ولكن في الشبكة، تصبح النتيجة 4 علي غلاب 6 إسلام سنبل صاحب القميص الأسمر بخطوط صفراء على الكتفين. تقدم لإسلام سنبل 7-4 بفارق 3 نقاط وضربة إرسال مع علي غلاب. إسلام سنبل يخسر هذه النقطة، خلص الفارق إلى نقطتين، النتيجة 7 إسلام سنبل 5 علي غلاب. أيضا مباراة ما بين الخبرة والشباب، المباراة الماضية استطاعت الخبرة أن تتغلب على الشباب، وهنا هو الخبرة تلعب دور والنتيجة 8 إسلام سنبل 5 علي غلاب بفارق 3 نقاط. إسلام سنبل من خارج الطاولة بيحاول إنه يرد الهجمات المتتالية من علي غلاب، ولكن علي يحصد النقطة الستة لي ويخلص الفارق إلى نقطتين. وآدي كرة كمان خارج الطاولة من إسلام سنبل، يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة. علي غلاب 7-8 إسلام سنبل وضربة إرسال مع علي. كرة خارج الطاولة من إسلام سنبل، ضربات إرسال يستغلها علي غلاب لصالحه ويحصد بها النقاط النقطة تلو الأخرى. التعادل 8-8. يا سلام يا علي، يا سلام يا علي، بينزل برجله ويرفع سبين في دوران في لولبة. تقدم لعلي غلاب بفارق نقطة، وآدي التعادل مرة أخرى 9-9. المباراة تتأرجح بين اللاعبين، مرة ومرة هناك، مرة عند الأهلي ومرة عند إنبي. علي غلاب يا سلام يا علي، يا سلام يا علي، كور قصيرة وكور طويلة، كور على يسار الطاولة وعلى يمين الطاولة للاعب إسلام سنبل اللي يجتهد ويحاول، ولكن التقدم لعلي غلاب بفارق نقطة 10-9 ومعها ضربة الإرسال. الكرة والحظ يلعب مع إسلام، ولكن أهو بيقول لنفسه إزاي الحظ لعب معه، ولكن هو لم يستفد من هذا الحظ. النتيجة 11-9 علي غلاب الشوط الأول من المباراة الثالثة.
تقدم اهلاوي بعد التعادل في المباريات 1-1، تقدم في الشوط الاول من المباراة الثالثة للاعب الصاعد الواعد علي غلاب لاعب النادي الاهلي اللي الجهاز الفني النهاردة بيراهن عليه وبيدفع بيه في مباراة قمة. النادي الاهلي فريق الرجال كتيبة من اللاعبين المميزين، على الدكة شادي مجدي، محمود فتحي، محمود اشرف حلمي، عمر بدير، النادي الاهلي وجهازه الفني ما بيبخلش في اعطائهم الفرص لاثبات ذاتهم والاعلان عن نفسهم، ما فيش حجة ليهم. علي غلاب ضربة الارسال في الشوط الثاني وهجوم من علي غلاب، برافو يا علي، كرة لولبية خلفية في اقصى يمين الطاولة للاعب اسلام سومبو، يحصد بها علي غلاب النقطة الاولى لي، وادي كمان ضربة ارسال يحصدها اللاعب علي غلاب ويتقدم بفارق نقطتين لا شيء 2. الحظ يلعب مع علي غلاب وتحف الكرة حافة الشبكة العلوية وتغير من اتجاهها ويحصد بها النقطة الثالثة لي، وادي هجوم من علي غلاب ولكن خارج الطاولة وخارج حدود الملعب وتطلع في المدرجات. 3-1 هجوم مباغت بكرة لولبية أمامية قوية من اللاعب علي غلاب يحصد بها النقطة الرابعة لي، تصبح النتيجة 4-1. بيحاول إسلام سنبل ولكن الكرة ماكرة من علي غلاب خلف الشبكة، استناها اللاعب إسلام سنبل ويحاول انه يدور فيها ولكن خارج الطاولة. 1-5 وهجوم من إسلام ولكن تعدي الكرة من تحت ايده، بدأ يفقد تركيزه. 1-6 وهجوم من علي، يا سلام يا علي، كرة من اقصى يمين الطاولة وهو بيلعب بايده اليسرى الى اقصى يمين الطاولة من الجهة الاخرى، مقص كرة قطرية يحصد بها اللاعب غلاب النقطة السابعة ثم النقطة الثامنة ويزود الفارق الى 7 نقاط. وادي كمان كرة ولكن يخرجها برا الطاولة باستهتار، ما فيهاش تركيز، يتخلص الفارق الى 6 نقاط، 2 اسلام سنبل، 8 علي غلاب. وادي كمان اسلام سنبل بيهديه كرة سهلة، 2-9 علي، وهجوم من علي ولكن ضربة ارسال قوية من اسلام سنبل يحصد بها النقطة الثالثة، الفارق 7 نقاط لصالح علي غلاب، 9-3 ومعاه ضربة الارسال الميزة النسبية. وهجوم من علي، هجوم بضربة لولبية أمامية قوية على أقصى يسار اللاعب إسلام سنبل يحصد بها النقطة الـ10 ويزداد الفارق إلى 7 نقاط. وآدي هجوم من علي ولكن فيها ثقة زائدة، شبكة تعاد، اسلام سنبل هل يستطيع ان يحصل 6 نقاط؟ ولكن ينهي علي غلاب هذا الشوط ايضا لصالحه 11-4 ليتقدم علي غلاب في المباراة الثالثة 2-0. علي غلاب بيجري على الجهاز الفني وزملائه من اللاعبين والكابتن سيد لاشين الاقرب سنا الى اللاعبين،
المخضرم أسد تنس الطاولة المصرية والعربية والأفريقية، الجنرال أشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز الفني، الضابط السابق بالقوات المسلحة المصرية، درع الوطن الغالي الخبير الصيني زانغ تشاولينغ يقف مكتوفي الأيدي، ولكن بيترك الفرصة للجهاز الفني كابتن أشرف صبحي مدرب الرجال. ميزة من ميزات الجهاز الفني للنادي الأهلي، كلهم أبناء النادي أصحاب الألقاب في تنس الطاولة المصرية والاحتراف الخارجي، والقدوة الحسنة والأخلاق الرفيعة. إسلام سنبل، ضربة الإرسال الأولى في الشوط الثالث، وهجوم من إسلام سنبل يحسب في النقطة الأولى لي. إسلام واحد، علي لا شيء، وضربة الإرسال الثانية لإسلام، شبكة تعاد. النقطة الثانية لإسلام سنبل، يتقدم بفارق نقطتين لا شيء علي، اثنين إسلام، وهجوم مباغت من إسلام ولكن في الشبكة، ضربة إرسال ماكرة من علي غلاب يحصد بها النقطة الأولى لي، وشبكة تعاد. تناغم ما بين الحكم الأول معتز صالح والحكم الثاني رضا عطية، الحكام الدوليون. لما بيكون في تناغم بين السادة الحكام تبقى حاجة جميلة ومظهر رائع ومشرف للحكام والتحكيم المصري اللي كوادره موجودة في لجان الاتحاد الدولي. كابتن محمد رفع بسيوني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لتنس الطاولة، الحكم العام الدولي عضو في لجنة الحكام الدولية، الحكم العام الدولي نبيل مأمون عضو في لجنة القواعد الدولية بالاتحاد الدولي لتنس الطاولة، كابتن محمد رفع بسيوني رئيس للجنة الحكام الأفريقية ونائب رئيس لجنة الحكام العربية. حاجة مشرفة للحكام والتحكيم بجمهورية مصر العربية، كوادر محترمة خبرة كبيرة جدا. نعود أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان لنتابع الوصف التفصيلي للقاء نادي الأهلي ونادي إنبي في الدوري الممتاز المصري من خلال الدورة المجمعة الأولى المقامة بالصالة رقم 2 لنادي هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. 4 إسلام 4 علي، وهجوم من إسلام وإخفاق من علي في رد الكرة ردا سليما، يعني لازم تعبر الشبكة وترتطم بجانب الطاولة من اللاعب المنافس، في غير كده يعتبر رد غير سليم، زي ما دلوقتي إسلام رد الكرة ردا غير سليما بإخفاقه في عبور الكرة للشبكة وارتطامها بجانب الطاولة من قبل اللاعب علي غلاب اللي بيكشر عن أنيابه ويحصد النقطة السادسة لي، ويتقدم بفارق نقطة واحدة، ووقت مستقطع يطلبه الكابتن أيمن زكريا رئيس الجهاز الفني لنادي إنبي اللي استشعر ان البساط بينسحب من تحت اقدام لاعبه اسلام سنبل، فبيستدعيه ويحاول انه يشد من ازره ويشجعه ويعطيله من التعليمات والنصائح والارشادات ما تحول دون عودته مرة اخرى، حيث كان متقدما منذ بداية هذا الشوط، ولكن ارتأى الكابتن أيمن زكريا ان اللاعب المنافس لاعب النادي الأهلي
الواعد الصاعد علي غلاب يسحب البساط من تحت قدمي فبيهدي ويهدي اللعب وينصحه ويرشده علشان يعاود التقدم والفوز بالنقاط لحسم هذا الشوط. أن لو علي غلاب فاز بهذا الشوط هيبقى فايز بهذه المباراة 3-0 ويعطي الأفضلية للنادي الأهلي في التقدم في اللقاء 2-1. إسلام سنبل رغم أنه لاعب مخضرم وقديم ونادي إنبي بلاعبي أبناء الشركة بيشاركوا بصفة مستمرة في بطولات الاتحاد الرياضي للشركات وبيحققوا نتائج متقدمة. من خلال مشاركتهم ومتابعتي ليهم في السنوات الماضية في مرحلة فوق 40 سنة كابتن أيمن زكريا وكابتن خالد محمد كابتن سيد زينهم كانوا في مشاركة أخيرة في بطولة تنشيطية للشركات بمحافظة بورسعيد واستطاعوا أن يحرزوا الميدالية البرونزية والمركز الثالث وسط عمالقة لاعبي تنس الطاولة في الشركات المصرية. وادي إسلام سنبل طبعا هياخد إنذار ما فيش كلام. انتهت المباراة 11-5 انتهى هذا الشوط 11-5 وانتهت المباراة 3 علي غلاب ماشي إسلام سنبل ليتقدم النادي الأهلي 2-1 في مجمل المباريات في لقاء القمة لتنس الطاولة المصرية بين النادي الأهلي ونادي إنبي. المباراة القادمة الرابعة في ترتيب اللقاء بين اللاعب شادي مجدي لاعب النادي الأهلي واللاعب عبد الرحمن أشرف لاعب نادي إنبي. شادي مجدي لاعب واعد صاعد من شباب تنس الطاولة التي يعول عليهم الاتحاد المصري لتنس الطاولة مستقبل في اللعبة سواء على مستوى النادي الأهلي أو على مستوى المنتخبات القومية. كان بطل من يومه في كافة المراحل السنية اللي تدرج فيها من البراعم للأشبال للناشئين للشباب وبيزاحم الكبار ليحجز مقعدا وسط الكبار في لعبة تنس الطاولة المصرية. الحكم الدولي رضا عطية يجري القرعة بين اللاعبين الإحماء والتسخين. اللاعب شادي مجدي لاعب النادي الأهلي لاعب هادي ضرباته فيها تركيز وقوة السهل الممتنع البساطة في الأداء القدرة في التحكم السلاسة والإمتاع. هنشوف شادي مجدي الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة الكابتن معتز عاشور يحاول جاهدا
مع مجلس ادارته انه يرتقي بلعبة تنس الطاولة من خلال نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في كل القطاعات لكافة المستويات لكلا الجنسين. التنوع في إقامة المسابقات، الاهتمام بالمنتخبات القومية، الاهتمام بالكوادر في مجال التحكيم والتدريب والمنافسات والإدارة. أطيب التمنيات للاتحاد المصري لتنس الطاولة بقيادة الكابتن معتز عاشور بكل التوفيق والنجاح. أيضا الكوادر الجميلة للاتحاد المصري لتنس الطاولة في الاتحادات الدولية والقارية، الدكتور علاء مشرف نائب الرئيس الاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد العربي، المهندس خالد الصالحي رئيسا للاتحاد الافريقي. ضربة الارسال الاولى لعبد الرحمن اشرف وهجوم من شادي مجدي، ولكن الكرة تعدي من تحت المضرب وتقدم النقطة الأولى لصالح اللاعب عبد الرحمن أشرف لاعب نادي إنبي صاحب القميص الأسمر بخطوطه الزرقاء. اللاعب شادي مجدي لاعب النادي الأهلي صاحب القميص الأحمر على الجانب الأيمن من الطاولة. ضربة إرسال يلعب الحظ دور فيها وترتطم بحافة الطاولة من الجانب الأيسر للاعب عبد الرحمن أشرف، تبقى صعبة على اللاعب إنه يردها ردا سليما. تقدم لشادي مجدي 2-1 وهجوم من عبد الرحمن أشرف، التعادل 2-2. تقارب السن العمري بين اللاعبين، الاثنين شباب قادرين على العطاء، قادرين على السرعة والمرونة والرشاقة. لعبة تنس الطاولة تتميز بهذه المهارات والعناصر الأساسية، القوة، الرشاقة، المرونة، السرعة. ثلاثة ثلاثة مجدي، كور جميلة متبادلة بين اللاعبين. شادي مجدي واقف على الطاولة ما بيستخدمش الحق في التنشيف. ثلاثة ثلاثة وضربة ارسال مع شادي مجدي لاعب النادي الاهلي وهجوم من شادي خارج الطاولة من عبد الرحمن اشرف. تقدم لشادي مجدي بفارق نقطة واحدة 4-3 ومعاه ضربة الارسال. شادي مجدي يحاول انه يهاجم من داخل الطاولة ولكن يضع الطاولة. تصبح النتيجة 4 عبد الرحمن أشرف 5 شادي مجدي. شادي مجدي يضع استقبال ضربة الارسال في الشبكة ويحصد اللاعب عبد الرحمن أشرف هذه النقطة وتصبح النتيجة التعادل 5-5. ضربة ارسال سريعة من شادي مجدي يستطيع أن يحصل من خلالها على النقطة الستة لي. عبد الرحمن أشرف ضربات لولبية أمامية قوية، لاعب بيلعب بإيده اليسرى، ميزة نسبية أخرى للاعب تنس الطاولة لما بيلعب بإيده اليسرى بيبقى مختلف عن قرنائه وزملائه ومنافسيه. شادي مجدي بذكاء يضع الكرة في المكان البعيد، الركن البعيد الهادي، كور بتبقى صعبة على الرجل الثابتة أو في عكس اتجاه جسمه. أهو كور
قصيرة، وآدي حظ وتوفيق. الكرة تتطم بحافة الشبكة وتغير من اتجاهاتها. تقدم لشادي مجدي لاعب النادي الأهلي بفارق نقطتين 8-6، ومعاه ضربة الإرسال وهجوم من عبد الرحمن أجرب، هجوم مباغت بكرة لولبية أمامية ليست بالقوة الكافية، ولكن يحصد بها النقطة 7 لي ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة. وهجوم من شادي مجدي، هجوم ضربة لولبية أمامية قوية على أقصى يسار اللاعب عبد الرحمن أشرف، تصبح النتيجة 7 عبد الرحمن أشرف 9 شادي مجدي. عبد الرحمن أشرف يخفق في ضربة الإرسال ويعطي هدية نقطة إلى شادي مجدي اللي يحصد النقطة 10 دي، ويبقى قاب قوسين أو أدنى من حصد الشوط الأول. ولكن عبد الرحمن أشرف له كلمة ويحصد النقطة الثامنة ويقلص الفارق إلى نقطتين 10-8، ولكن شادي مجدي هو الأقرب. شادي مجدي يضع الكرة في الشبكة ويتقلص الفارق إلى نقطة واحدة 10-9. ضربة إرسال مع شادي مجدي، يحصل على الميزة النسبية لضربة الإرسال، وهجوم من شادي وخارج الطاولة من عبد الرحمن. 11-9 الشوط الأول لصالح شادي مجدي. عبد الرحمن أشرف أدى أداء جيد في الشوط الأول، يدفع به الكابتن أيمن زكريا أيضا من الشباب الصاعد الواعد لاكتساب الخبرة والاستعداد لما هو قادم. أحيانا بتكون في إصابات للاعبين الكبار أو بيريحهم الجهاز الفني للاستحقاقات القادمة. رؤية الجهاز الفني تتواكب مع المشاركات والاستحقاقات طبقا للبرامج الزمنية والخطط الموضوعة من قبل الاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والقارية. النادي الأهلي نادي كبير، لاعبيه بيشاركوا في العديد من الاستحقاقات على المستوى المحلي والدولي. الشوط الثاني، ضربة الإرسال الأولى، شادي مجدي لاعب النادي الأهلي، وهجوم من شادي يحصد به النقطة الأولى من خلال ضربة لولبية أمامية قوية في أقصى يمين اللاعب عبد الرحمن أشرف، وكرة من ضرب الإرسال يحصد بها النقطة الثانية لي. هجوم من عبد الرحمن أشرف في أقصى يمين اللاعب شادي مجدي يحصد النقطة الأولى لي، تصبح النتيجة 1 عبد الرحمن أشرف 2 شادي مجدي. هجوم من عبد الرحمن ولكن خارج الطاولة، تصبح النتيجة 3 شادي 1 عبد الرحمن. وهجوم من شادي ولكن الكرة تعدي من تحت المضرب ويتقلص الفارق إلى نقطة واحدة لصالح شادي 3-2. هجوم من شادي بضربة باكهاند سبين جميلة، لا يستطيع عبد الرحمن أشرف أن يردها ردا سليما. الفارق نقطتان أو نقطتين، 3 نقاط، 2 عبد الرحمن 5 شادي مجدي. يا سلام يا عبد الرحمن،
كرة لولبية أمامية قوية من يمين الطاولة إلى يمين اللاعب شادي مجدي في كرة قطرية. شادي مجدي يكشر عن أنيابه ويزيد الفارق بينه وبين اللاعب عبد الرحمن أشرف إلى 3 نقاط، 6 شادي مجدي، 3 عبد الرحمن أشرف، 7 شادي مجدي، 3 عبد الرحمن أشرف اللي بيتغير له ضربة الإرسال، بيطلب منه الحكم إنه رباط الحذاء. وادي هجوم من شادي ورد أجمل من عبد الرحمن، وهجوم من شادي يحسب به النقطة التامة ليه، ويتسع الفارق إلى 5 نقاط، 3 عبد الرحمن، 8 شادي، 4 عبد الرحمن، 8 شادي، يتقلص الفارق إلى 4 نقاط. وضربة إرسال مع شادي مجدي اللي متقدم في الشوط الأول 11-9، وادي كمان نقطة 9-4. عبد الرحمن أشرف بيبص دي الجهاز الفني بيقول لهم أعمل إيه، مش عارف أعمل حاجة. هجوم من شادي مجدي يحصد النقطة 10 ليه، وتغيير إرسال، ويتسع الفارق إلى 6 نقاط لصالح شادي مجدي. تصبح النتيجة 4 عبد الرحمن، 10 شادي. هجوم من شادي ولكن خارج الطاولة، 5-10. خارج الطاولة من عبد الرحمن أشرف، وينتهي الشوط الثاني بتقدم اللاعب شادي مجدي 11-5. ليتقدم اللاعب شادي مجدي 2-2 في مجمل أشواط المباراة الرابعة. لازم هيكون في مباراة 5، لأن لو فاز اللاعب شادي مجدي هتصبح النتيجة 3-1، لو فاز اللاعب عبد الرحمن أشرف هتصبح النتيجة 2-2. في كلتا الحالات لابد أن يصل أحد الفريقين إلى الرقم 4 في المباريات قبل الفريق الآخر ليفوز باللقاء. المباراة اللي هتكون بعد كده هتبقى مباراة زوجية، سيحدد الجهاز الفني أطرافها. يعلن انتهاء الوقت المستقطع للراحة بين الأشواط. اللاعب شادي مجدي يعاود الرجوع إلى طاولة اللعب، وأيضا اللاعب عبد الرحمن أشرف. اللاعب شادي متقدم في الأشواط 2-0. الشوط الثالث وأيضا النقطة الثانية، ويتقدم شادي مجدي بفارق نقطتين 2-0، ومعاه ضربة الإرسال الميزة النسبية من شادي ولكن خارج الطاولة. 1 عبد الرحمن أشرف، 2 شادي مجدي ومعاه ضربة الإرسال، 1 عبد الرحمن أشرف، و3 شادي مجدي وضربة إرسال مع عبد الرحمن أشرف. بدأت المباراة تميل إلى الهدوء. اثنين عبد الرحمن أشرف، 3 شادي مجدي، وهجوم من شادي ولكن خارج الطاولة. التعادل 3-3.
شادي مجدي مع ضربة الإرسال. ويسعى جاهدا لإنهاء الشوط لصالحه. ويتقدم عبد الرحمن أشرف 4، شادي مجدي 3، ومعاه ضربة الإرسال. هجوم من شادي مجدي وإخفاق من عبد الرحمن أشرف. التعادل 4-4، وتغيير في ضربة الإرسال لصالح اللاعب عبد الرحمن أشرف لاعب نادي إنبي. وضربة إرسال موفقة من اللاعب عبد الرحمن أشرف يحصد بها النقطة 5. وهجوم من شادي مجدي يحصد بالنقطة 5 ليحقق التعادل. ويتغير ضربة الإرسال مع شادي مجدي. هجوم من عبد الرحمن أشرف في استقباله لضربة الإرسال يحصد بالنقطة 6 هجوم من شادي مجدي يحصل النقطة 6 ويحقق التعادل. وتغيير في ضربة الإرسال مع عبد الرحمن أشرف لاعب نادي إنبي. وهجوم من شادي مجدي 7 شادي 6 عبد الرحمن أشرف اللي معاه ضربة الإرسال. وآدي كمان تايم آوت، وقت مستقطع يطلبه النادي الأهلي لصالح اللاعب شادي مجدي. عايزين النادي الأهلي ينتهوا من هذا الشوط لصالحهم من خلال لعبهم شادي مجدي علشان يقللوا من الضغط العصبي على المباراة الزوجية اللي ما بتبقاش عادة أبدا مضمونة نتيجة لكونها مباراة زوجية. شادي مجدي بيعود إلى طاولة اللعب، وحكم اللقاء الحكم الدولي رضا عطية بيعلن عن انتهاء الوقت المخصص للوقت المستقطع اللي هو بيكون دقيقة. هجوم من عبد الرحمن أشرف يحقق بالنقطة 7 والتعادل. وتغيير في ضربة إرسال مع شادي مجدي. هجوم من شادي خارج الطاولة من عبد الرحمن 8-7 لشادي اللي لسه معاه ضربة الإرسال. وهجوم من عبد الرحمن ولكن في الشبكة 7 عبد الرحمن 9 شادي مجدي اللي بيقترب من إنهاء الشوط الثالث لصالح والمباراة أيضا. وآدي كمان عبد الرحمن بيهدي له نقطة لتصبح النتيجة 7 عبد الرحمن 10 شادي مجدي اللي اقترب من الفوز بالشوط الثالث والمباراة الرابعة. 10 شادي 8 عبد الرحمن. وتغيير في ضربة الإرسال مع شادي مجدي. شادي مجدي هجوم من شادي قوي ينهي بالشوط 11-8 لصالح شادي مجدي. وينهي هذا الشوط الثالث 11-8 لتصبح نتيجة الأشواط 3-0 ويحصد المباراة الرابعة لتصبح النتيجة في لقاء النادي الأهلي مع نادي إنبي في ختام الدورة المجمعة الأولى للدوري الممتاز ألف للرجال 3-1 لصالح النادي الأهلي. اتفقنا إن لازم ينتهي اللقاء بالوصول إلى حصول أحد الفريقين على 4 مباريات متتالية أو متفرقة. المباراة القادمة مباراة في الزوجي، أنا شايف من النادي الأهلي محمد البيلي وخالد عصر،
وشايف من نادي انبي بيستعد احمد نديم واحمد علي صالح. مذبحة زوجية ولكن غاية في الأهمية. مباراة إما أن يفوز بها النادي الأهلي وينهي هذا اللقاء لصالحه 4-1، وإما يفوز بها نادي ويحسن من نتيجة اللقاء لتصبح 3-2. هنشوف، مش هنستعجل. نزل الاربع لاعبين الى ارض الملعب وحكم اللقاء الحكم الدولي معتز صالح بيتحقق من مضارب اللاعبين ويجري القرعة علشان يحدد من صاحب الإرسال الأول ومن صاحب الاستقبال الأول. الإحماء والتسخين في بداية المباراة الخامسة. هنشوف ماراثون ما بين اللاعبين لحصد النقاط والفوز بالأشواط والمباراة، ومن ثم اللقاء لقاء القمة بين نادي الأهلي ونادي إنبي. المباريات الزوجية أيضا يستطيع من خلالها الاتحاد أو النادي الحصول على الميداليات الذهبية أو الفضية أو البرونزية في المحافل الدولية والقارية والعالمية. طبعا من خلال هيرموني بيبقى موجود ما بين اللاعبين المتزاملين ويبقى فيه طبعا تدريب على المباريات الزوجية وخطط موضوعة وتنسيق أدوار، مين هيهاجم، مين هيدافع، مين هيتحرك للأمام أو للخلف. هنشوف. مجدي رضا او رضا عطية طلب كارت اصفر زيادة حكم العام. ادي اول ضربة ارسال لخالد استقبلها احمد. ادي خالد عصر النتيجة 2-2. لا شيء 2 لا شيء نادي انبي، 2 النادي الاهلي، 1 نادي انبي، 2 النادي الاهلي. ضربة ارسال مع احمد نديم، هيستقبلها اللاعب محمد البيلي، وهجوم من احمد نديم وهجوم مضاد من اللاعب محمد البيلي ولكن في الشبكة. تصبح النتيجة 2-2.
وضربة إرسال مع محمد البيلي هيستقبلها اللاعب أحمد علي صالح. هجوم من خالد عصر، هجوم من خالد عصر، هجوم من خالد عصر بضربة لولبية أمامية قوية يحصد بها النادي الأهلي، زوجي النادي الأهلي، النقطة الثالثة لي. وهجوم من أحمد نديم، ولكن هجوم مضاد من اللاعب محمد البيلي ليحقق الزوجي الأهلاوي النقطة الرابعة لي. أحمد علي صالح ضربة إرسال، خالد عصر هيستقبل ولكن يخفق أحمد علي صالح في ضربة إرسال. وهجوم من أحمد نديم ورد أجمل من محمد البيلي وخالد عصر، ويتسع الفارق إلى 4 نقاط لصالح الزوجي الأهلاوي المكون من محمد البيلي وخالد عصر، 7 خالد عصر ومحمد البيلي، 2 أحمد علي صالح وأحمد نديم، 2 إنبي، 8 الأهلي. هجوم متبادل يحصل على نادي إنبي على النقطة الثالثة لي ويتقلص الفارق إلى 5 نقاط. بيحاول محمد البيلي إنه يبادر بالهجوم العنيف القوي ولكن في الشبكة، يتقلص الفارق إلى 4 نقاط. ضربة الإرسال مع الزوجي الأهلي محمد البيلي، هيستقبل أحمد علي صالح، يا سلام يا سلام. التناغم بين الزوج مهم جدا، وتبادل الأدوار والحركة السريعة. خمسة إنبي، 9 الأهلي، وكرة مبغتة من اللاعب خالد عصر يحصد بها النقطة 10. أحمد علي صالح يحصد بضربة إرسال النقطة 6 لي ولزميله زوجي نادي إنبي خالد عصر. كور قصيرة ولكن خالد عصر ينهي الشوط الأول 11-6 لصالح الزوجي الأهلاوي. الشوط الأول لصالح الزوجي الأهلاوي المكون من محمد البيلي وخالد عصر. هامة لكلا الفريقين، بالنسبة للنادي الأهلي تحسم اللقاء لصالحه، بالنسبة لنادي إنبي الأمل في معاودة الدخول في معترك المباراة واللقاء مرة أخرى. هنشوف حركة خالد والبيلي في النادي الأهلي أسرع من حركة أحمد نديم وأحمد علي صالح بحكم السن. هنشوف الخبرة ولا الشباب في لقاء أحمد علي صالح مع خالد عصر. الخبرة كان لها الكلمة العليا. هنشوف دلوقتي مجموع عمر اللاعبين عمر عصر ومحمد البيلي أقل بكثير من مجموع أعمار اللاعب أحمد علي صالح وأحمد نديم. وأدي هجوم من أحمد نديم وأحمد علي صالح يتقدموا 1-0 ومعاهم ضربة الإرسال ومحاولة من محمد البيلي ولكن خارج الطاولة، لا شيء. الزوجي الأهلاوي، 2 الزوجي لنادي إنبي، 1 الأهلي، 2 إنبي. يا سلام يا أحمد، يا سلام يا بيلي. أحمد علي صالح من خارج الطاولة يلعب كرة جميلة بالباك هاند
ولكن محمد البيالي بحركة سريعة وانقضاض على الكرة ينهي هذه النقطة لصالحه. النتيجة 2-2 ونقطة لصالح الزوجي للنادي الأهلي، وآدي نقطة كمان ليتقدم النادي الأهلي بأربع نقاط مقابل نقطتين لنادي إنبي. محمد البيل واستقبال من أحمد نديم، وخير العصر بيحاول ينقض على الكرة ولكن انقضاض غير موفق. يا سلام يا خالد، يا سلام يا بيالي، ولكن خارج الطاولة. واضح الحركة الأسرع للزوجي الأهلاوي وتباطؤ الحركة من خلال الزوجي الخاص بنادي إنبي. أهو آدي حركات مقلب للاعب محمد البيري وزميله خالد عصر لحصد النقاط. 4 إنبي، 5 الأهلي، 4 إنبي، 6 الأهلي. وضربة إرسال هيلعبها اللاعب خالد عصر، هيستقبلها اللاعب أحمد علي صالح. يا سلام يا خالد، يا سلام يا بيالي، ولكن أحمد علي صالح وأحمد نديم يحصدوا هذه النقطة لصالحه ويقلصوا الفارق إلى نقطة واحدة. 6 الأهلي، 5 إنبي. هجوم من خالد عصر ولكن خارج الطاولة. بدأ اللاعب المخضرم أحمد علي صالح أن يضع الكرة في أماكن يصعب على لاعبي الزوجي الأهلاوي من الحركة بسهولة. يا سلام يا أحمد، يا سلام يا أحمد، شايف الملعب كويس، قادر يتحكم في الكرة بتركيز عالي، بيضعها في أماكن صعبة. شفت ازاي بيضرب الكرة في اتجاه اللاعب الزميل للزوجي الأهلاوي ويتقدم نادي إنبي بنقطتين. وآدي بدأوا يشتغلوا على اللاعب خالد عصر لأنه واقف في الجهة اليسرى والضرب عليه دلوقتي. 6 أهلي، 9 إنبي. غير الزوجي لنادي إنبي من مخطط اللعب ومتقدم نادي إنبي. يا سلام يا بيالي، يضع الكرة في الركن البعيد من الطاولة على أقصى اليسار للزوجي الخاص بنادي إنبي، ويحصد نادي إنبي النقطة 7 لي ويتقلص الفارق إلى 3 نقاط. أحمد نديم هيلعب ضربة الإرسال وهيستقبلها خالد عصر، وآدي محمد البيالي بينقض على الكرة بضربة خلفية لولبية قوية يحصد بها النقطة 8 لصالح الزوجي الأهلاوي ويتقلص الفارق إلى نقطتين. خالد عصر ضربة إرسال، أحمد صالح استقبال، 18. تسعة عشرة، يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة لصالح نادي إنبي. يا سلام يا أحمد، يا سلام يا أحمد، ادلوا الكرة بطريقة ماكرة ماكرة وينهي هذا الشوط الزوجي الخاص بنادي إنبي 11-9. وتصبح النتيجة 1-1 في المباراة الخامسة من لقاء النادي الأهلي ونادي إنبي. المباراة
بدأت من أكثر من ساعتين ونصف وممتدة. اللاعبين بيتلقوا التعليمات والنصائح والإرشادات في أجهزة فنية متخصصة لمباريات الزوجي، بتضع الخطط لترتيب النقاط، ويعلن حكم اللقاء انتهاء الوقت المخصص للراحة ما بين الأشواط. حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة ولجنة مسابقاته على أن يكون نظام مباريات الدوري الممتاز يتخللوا مباراة للزوجي زي ما اتفقنا، وقلنا إن مباريات الزوجي تحقق للفرق والدول الميداليات والمراكز التي تضاف إلى حصيلة إنجازات تلك الفرق سواء على مستوى الأندية أو على مستوى الفردي أو على مستوى الدول. وأدي هجوم من الزوجي الأهلاوي المتقدم بفارق 3 نقاط لشيء إنبي، 3 الأهلي. يا سلام يا أحمد، يا سلام يا أحمد، كرة مستقيمة من أقصى يسار الطاولة إلى أقصى يمينها. وأدي كمان أحمد دي، يا سلام يا أحمد، يقلص الفارق إلى نقطة واحدة. 3 الأهلي 2 إنبي. هجوم، هجوم، المبادرة بالهجوم لكلا الناديين في مباراة الزوجي. التعادل 3-3 وضربة إرسال مع نادي إنبي. أحمد علي صالح على خالد عصر، وآدي كرة بعيدة عن متناول الزوجي الأهلاوي، يحقق بها نادي إنبي النقطة الرابعة لي. وآدي كرة جميلة من داخل الطاولة من اللاعب خالد عصر بإسبين باك هاند من فوق الطاولة، يحصد بيها النقطة الرابعة لي ويحقق التعادل 4-4 ومعاه ضربة الإرسال. آدي أحمد علي صالح وأحمد نديم يبتسم لهم الحظ في كرة ترتطم بحافة الشبكة وتغير من اتجاهها. 4 الأهلي 5 إنبي. أحمد علي صالح يتأخر جزء من الثانية ويفقد نقطة غالية. 5-5 وضربة إرسال مع أحمد نديم. هيستقبلها محمد البيل. أحمد نديم هجوم من داخل الطاولة ويحقق النقطة الستة لي وزميله أحمد علي صالح في زوجي نادي إنبي. وسلام يا خالد المارد الأهلاوي لما بيصحى بكرابيجه. 6-6 بيه لضربة إرسال، هيستقبلها أحمد علي صالح. وآدي هجوم من خالد عصر، آدي هجوم من خالد عصر يحقق بها النقطة السابعة لي وزميله محمد البيلي. وآدي خالد عصر كلمة السر في هذا الشوط. 6 إنبي 8
خالد عصر يحاول ولكن في الشبكة. 7 انبي، 8 الاهلي، والحظ يبتسم للنادي الاهلي في هذه النقطة. 7 انبي، 9 النادي الاهلي اللي معاه ضربة الارسال للاعب خالد عصر. كرة جميلة ولكن احمد علي صالح يضعها في الشبكة. 10 الاهلي، 7 انبي في الشوط الثالث. وادي هجوم من خالد، وادي هجوم من البيلي، ضربات ساحقة ينهي بها النادي الاهلي هذا الشوط لصالح 11-7، وتصبح النتيجة 2-1. تقدم اهلاوي في مباراة الزوجي اللي هي الامل الاخير لنادي انبي ان يعاود الرجوع الى المباراة واللقاء. هنشوف الكلمة الاخيرة لمن في هذا الشوط الرابع اللي لو حصدوا النادي الاهلي هينهي هذه المباراة وهذا اللقاء لصالحه. اما اذا فاز زوجي نادي انبي بهذا الشوط هتصبح النتيجة 2-2، ونحتكم الى شوط فاصل لمباراة الزوجي. هنشوف. انا شايف ان البنزين بتاع لاعبي نادي انبي بينفد، والطاقة اللي موجودة عند لاعبي النادي الاهلي الزوجي المكون من محمد البيلي وخالد عصر ما زالت موجودة. ادي اول نقطة للنادي الاهلي، لا شيء واحد. وادي نقطة النادي انبي، 1 الكل. لا انكسار ولا استسلام من نادي انبي. وادي هجوم مباغت من محمد البيلي باللعبة السحرية للباك هاند. 2-1 نادي الاهلي. وادي 3-1 تقدم بفارق نقطتين، 1 انبي، 3 الاهلي. ووقت مستقطع لصالح نادي الوقت المستقطع الاول اللي بيطلبه النادي الاهلي. لتلقي التعليمات والنصائح والارشادات. نفس الفرصة والميزة متوفرة لي زوجي نادي انبي في الحصول على ايضا التعليمات والنصائح والارشادات. واحد نادي انبي، 3 النادي الاهلي اللي متقدم في الاشواط 2-1، واللي عايز ينهي هذا الشوط لصالحه عشان ينهي المباراة واللقاء. يا سلام يا سلام يا احمد، ولكن تقدم للنادي الاهلي بفارق 3 نقاط، 1-4. وادي كمان نقطة، 5-1. يقترب النادي الاهلي مني انهاء هذا الشوط اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان. 6-1 لصالح زوجي النادي الاهلي اللي بينفرد بالتقدم. وادي
كمان نقطة ليتسع الفارق إلى 6 نقاط، 1 نادي إنبي، 7 النادي الأهلي. وآدي نقطة لنادي إنبي ليقلص الفارق إلى 5 نقاط، 2 نادي إنبي، 7 النادي الأهلي. هجوم من نادي إنبي ولكن خارج الطاولة. يتسع الفارق إلى 6 نقاط مرة أخرى، وضربة الإرسال مع زوجي النادي الأهلي، 8-2. يا سلام يا سلام يا أحمد، كرة جميلة يحصد بها النقطة الثالثة ويقلص الفارق إلى 5 نقاط. خالد عصر كرباج يحصد بها النقطة التاسعة ويعاود اتساع الفجوة بين النقاط النادي الأهلي ونادي إنبي. وآدي كمان نقطة، 3 إنبي، 10 الأهلي، 4 إنبي، 10 الأهلي. قاب قوسين أو أدنى من إنهاء المباراة وإنهاء اللقاء وإنهاء الشوط أيضا، 10-4. حداشر أربعة ينهي الزوجي النادي الأهلي هذا الشوط وهذه المباراة وهذا اللقاء بنتيجة 4-1 لصالح النادي الأهلي. ألف مبروك للجهاز الفني للنادي الأهلي، ألف مبروك للاعبين، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، وهارد لك لنادي إنبي اللي أدى أداء جيد. وأعزائي مشاهدي قناة الأهلي، بعد تهنئة النادي الأهلي بالفوز بالدورة المجمعة الأولى للدوري الممتاز ألف للرجال، كان معكم هشام أبو حشيش معلقا على ختام الدورة المجمعة الأولى. إلى أن نلتقي، لكم منا كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.